بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إن شاء الله. اليوم موضوعنا متعلق بنظام منع الحريق، الوقاية ومنع الحريق، يعني اللي نسميه احنا فاير بريفنشن عن فاير بروتكشن. نظام منع الحرائق يعني والوقاية من الحرائق موضوع كبير جدا، ما يعني ما يكفيناش كورس واحد أو كذا، كونكم مهندسين مختصين ومتخصصين في هذا المجال، في مجال النفط والغاز، وبالتالي يجب على جميع أن يلم بهذا الموضوع، لأن احنا بنتعامل مع مواد سريعة الاشتعال، وبالتالي مهندس يجب أن يعرف خواص الحريق وأنواع الحرائق وكيف الوقاية من الحريق أو منع الحرائق، وهي عبارة عن طرق شتى ممكن نستعرضها في ايش السلايدات الجاية الآتية إن شاء الله. هدفنا من هذا الكورس، يعني الكورس اوبجكتيفز، في معانا اهداف لازم او غايات لازم نحققها اثناء دراستنا طبعا لهذا الكورس كامل. طبعا الاهداف هي خطوط عامة وتندرج تحت كل بند، يعني اشياء، فبنتكلم على انه after completing this unit you will know، يعني ان شاء الله في نهاية الكورس هذا او السلايدات هذه احنا ان شاء الله بنكون عارفين على نتعرف على انه first one the components of fire and related hazards، مكونات الحريق وعلاقتها بالمخاطر او بالخطر، يعني مكونات الحريق وعلاقتها بالخطر او علاقتها اللي تربطها بالخطر. How to control fires by removing components، كيف نتحكم بالحريق بواسطة التخلص ايش من هذه ايش المكونات، لان احنا في معنا مكونات الحريق. Your role in fighting افاير، ايضا كيف العوامل حقك انت، عواملك انت لمكافحة الحريق. The type of fire extinguishers and their limitations، كيف ان احنا نعرف ايش انواع type انواع طفايات الحريق ويسموه والقيود حقهن او ما الخاصة ب يعني معرفة انواعهن والقيود حقهن او الشروط الخاصة بها. How to effectively use a fire extinguisher، كيف نحن نستخدم طفاية الحريق استخدام امثل او فعال، ولازم طبعا ندرسها في هذا الكورس نظري والعملي ضروري نطبقه في الحقل، وما بتدخلش الحقل الا اذا قد عملته ان شاء الله تعالى، يعمل واحد حريق تجريبي طبعا وعمل اخماد حريق في الحقل او في الموقع. اخر هدف من اهداف هذا الكورس فاير بريفنشن بلان، يعني حاجه نسميها اف بي بي، المختصر حقها اف بي بي، وتركزوا انتم على الاختصارات هذه لان مهمه جدا لما نجي نسالك في الاختبارات، وطبعا على الجي انه اف بي بي ماذا يعني، ما اعرفش واحد يرجع يعني نظام ما اسمه خطه منع الحريق، بندرسها بتفصيل يعني لا باس به، وطبعا يجب على اي مهندس داخل شركة أو داخل منظومة في قطاع النفط والغاز أن يعرف هذه الخطة،
ومش بعدين ما حدش يقول انه ما عرفناش او ما درسناش او كذا، لا، هذه خطة لانك انت واحد من عناصرها او انت واحد من المنظومة كاملة، وبالتالي ما فيش واحد يقول لك انا ما بدخلش، انا تخصصي نفط وغاز، واحد يقول لك لا انا تخصصي طبقات، لا، هو تخصصك نفط طبقات، حتى الذي هو عامل عادي لازم يعرف الاف بي بي، لازم الطباخ داخل الشركة داخل المطعم الشركة لازم يعرف الاف بي بي، الزبال صانكم الله واحترامنا للزبال لازم يعرف هذا الكلام، انه جزء من هذه المنظومة او جزء من هذا ايش العمل. فاحنا اول سلايد او ثاني سلايد، وات از فاير، ما هو الحريق؟ لازم نعرف الحريق من احنا، لان احنا موضوع الدرس حقنا او الكورس حقنا هو الفاير بريفنشن اند فاير بروتكشن. لا، ما هو الحريق؟ يقول لك الحريق فاير از فيري رابيد كيميكال رياكشن بتوين اوكسجين اند كومبستبل ماتيريال. إذا بيقول لك الحريق هو عبارة عن تفاعل سريع، تفاعل كيميائي سريع يحصل ما بين الأكسجين وإيش والمواد أو العناصر أو المواد المشتعلة أو المواد إيش الكومبستبل اللي هو إيش المواد والعناصر إيش القابلة للاشتعال. كومبستبل، ما لها هذه المواد القابلة للاشتعال؟ which results in the release of heat. يعني طبعا ايش بيعمل هذا التفاعل السريع الذي حصل ما بين الاكسجين والمواد القابله للاشتعال؟ بيعمل نسميها ايش which result in the release of heat. طبعا ايضا في وجود ايش الحرارة، لأنه إيش معقد في ثلاثة مكونات من مثلث الحريق، أكسجين عند الهيت عند الفيول، الفيول الذي هي إيش كومبستبل ماتيريالز، الذي هي الفيول إحنا بنسميها الوقود، لكن في هذا المثلث الوقود في المثلث هذا هي تعني العناصر القابلة للاشتعال، والعناصر القابلة للاشتعال كثيرة. نعم، تي معك الكرتون، معك البلاستيك، معك القماش، معك هذه بمثابة فيول، خشب، كلها يعني تسمىها بفيول. عندما تتواجد المادة هذه مصدر الشرر الهيت مع المادة القابلة للاشتعال وفي وجود الأكسجين، يتكون الثلاث شروط التي بينتج لي ايش؟ بيحقق لي التفاعل الكيميائي السريع الذي بنتكلم عليه هذا. فهو بيقول لك انه وجود الأكسجين مع العناصر او المواد القابلة للاشتعال، وايضا يغلق هنا ثلاثة كيمياء اخواتي التي بيجي معها الهيت او اللايت او الفلامز، الفلامز اللي هو الشرر and smoke برضو الدخان، هو ممكن يولد لك ايش دخان وفي وجود اكسجين او رياح او كذا، والمادة القابلة للاشتعال بيحقق لك شرط ايش الاشتعال او الحريق. we can prevent fire by taking away one of the triangles sides fuel heat or oxygen. ركزوا معي في هذه النقطة، ان احنا بنقول لك بنستطيع ان احنا نمنع الحريق اذا ايش اخذنا واحد من اضلاع الحريق هذا. ركزوا، لو اخذنا واحد من اضلاع الحريق او منعناه او ابعدناه ما عايز يحصلش الحريق. لو اخذنا الهيت الذي هو مصدر الشرر وخلينا الماده القابله للاشتعال جنب الاكسجين ما يحصل فيها حاجه، لو اخذنا الفيول المادة القابلة للاشتعال
لان هذا الذي يابنا اشتعل، وهذا شرر، شرر في وجود اكسجين، بس شرر ما فيش جنبه ماده تشتعل او تساعد على الاشتعال، ما فيش، وبالتالي ما يتحققش. فهذا الذي نسميه مثلث الحريق. مثلث الحريق تركز العام الماضي جبنا اختبار لزملائكم، وللاسف يعني غباء مقنع صراحه. ركزوا على هذه النقطه. طبعا هذه الثلاث نقاط هي تحت هذه. قال احنا بنستطيع، وي كان ميك شور ذير از نو فيول، يعني احنا ممكن نبعد الفيول هذه وخلاص ما يحصل شرط الاشتعال. وي كان ايضا، وي كان ميك شور ذير از نو هيت، الذي هي اجنيشن اللي هو الاشتعال. ممكن ناخذ الهيت هذا هذا، وما بيبقاش معك الا الكرتون مثلا والاكسجين، او البيبر او الورق والاكسجين، او البلاستيك والاكسجين، ما فيش. هذا ما هذا ما هو الذي بيعمل الشراره هذا، وهذه بتساعد على الاشتعال. لكن ركزوا هنا، وي كانت، احنا ما نستطيعش، وي كانت دو ماتش اباوت ذا اوكسجين، ما نستطيعش ان احنا ايش نفصل الاكسجين عن الاشياء الباقيه. ركزوا، الاكسجين بيغطي الاماكن كلها في كل مكان على السطح، على سطح الارض، وبالتالي ما تصيرش تمنع وصول الاكسجين. يعني انت اذا بتشيت تفكر انك تبعد الاكسجين، لانه نبعد الاكسجين عن الاثنين العناصر هذه موجوده، الشرر مع اجل، كيف بتمنع الاكسجين وهو موجود ويغطي مساحه كبيره في الارض؟ انت عارف انه يغطي مع نسبته 21%، وبالتالي بيقول لك بك احنا ما نستطيعش نمنع الاكسجين، ما نستطيعش ان احنا نمنع الاكسجين. او لكن we can use an extinguisher to wish to take away the oxygen after the fire starts. ايش وظيفة يا شباب طفاية الحريق؟ كل نظام طفاية الحريق ايش وظيفتها؟ وظيفة طفاية الحريق هي تعمل عملية خنق، خنق للأكسجين، يعني بتم تحجز، بتتحكم انت في عملية ايش؟ الأكسجين. احنا 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 هنا منعنا ايش؟ الفيول، وهنا منعنا الهيت، وهنا ما نستطيعش نمنع ايش؟ الأكسجين إلا بحاجة باستخدام هذا. لأن طفاية الحريق هي وظيفتها خنق الأكسجين، تمنع الأكسجين من المواد المشتعلة الذي هي الفيول مع ايش؟ الهيت. وبالتالي ما تجوش تقولوا لي ما عرفناش هذه النقطة، بنجيبها صح وخطأ واختيارات وبيلبخوا الشباب. احنا نستطيع ان احنا نبعد الفيول، نبعد الديزل او البنزين من جنب الشرر، او جنب يعني من ابعد البنزين على سبيل المثال، البنزين او الغاز او ما شابه ذلك، واخلي الهيت او الشرر مع الاكسجين. ما هذه الماده المساعده على الاشتعال او القابله للاشتعال، وهذا عباره عن الشراره فقط. اذا وجدت الشراره وما فيش حاجه جنبها تشتعل، فما يتحقق الشرط عمليه الاحتراق، وبالتالي هذا نسميها ايش؟ ذا فاير ترانجل، ترانجل الذي هو مثلث ايش؟ الحريق. نجي الى الفيول، عندرسها طبعا المثلث هذا بالتفصيل ممل الان. الفيول كومباستبل سبيس تنس، العناصر ايش؟ القابله للاشتعال. كومباستبل العناصر القابله للاشتعال احنا ممكن نقراها انه combustible substances exist as solids, liquid and gas. يعني معانا المواد القابلة للاشتعال من ثلاث الحالات المكونة للمادة اللي هي الصلبة والسائلة والغازية. طيب تعالوا نشوف الصلد. ركزوا انه الصلد عبارة عن الخشب مش قابل للاشتعال او ماشي،
يعني بيشتغل البيبر الورد كارتون الكلوز الملابس هذه طبعا كلها كابل بيشتغل بلاستيك، يعني كل هذه العناصر هي عبارة عن عناصر صلبة ولكنها عناصر مساعدة على الاشتعال. اللي بعد الليكويد، الليكويد مثل الجازولين سولفنت الكولز. الجازولين انتم تعرفوه، الجازولين انتم مهندسين نفط عارفين ايش معنى الجازولين اللي هو البنزين تمام او الديزل. الجازولين كيروسين يعني المسميات اللي هي ايش مازوت ديزل. فهذه العناصر السولفنت، السولفنت ركزوا على السولفنت. حد يعرف منكم ايش معنى السولفنت؟ اذا تعرفوا حاجة اي مواد مذيبة هي تندرج تحت هذا المسمى السولفنت. على سبيل المثال التينر هو احد المذيبات التي يستخدم في عملية الطلاق وتخفيف الطلاق وما شابه هذه، وهو طبعا سريع الاشتعال. والالكولز كل الكحوليات طبعا هي قابلة للاشتعال. البند التابع الثالث الذي هو يخص موضوع الفيول الذي في مثلث الحريق فيول الجازز البروبان والبيوتان والاسيتيلين. تعالوا نشوف الاكسجين معنا. قال لك all combustible substances need oxygen to ash burn. معروف انه كل العناصر القابله للاشتعال بحاجه للاكسجين الى لتحقق كم ايش؟ لحد لتحقق شرط الاحتراق او الحرق. بس oxygen is normally available in the air in significant quantities 21%. والاكسجين طبيعي انه موجود في الطبيعه بنسبه 21% يعني في الكون كامل او في الارض. الارض عفوا. اللور اند ابر ليميتس اوف فلمبل. الحدود الدنيا والعليا بالنسبه لحدوث عمليه ايش؟ الاشتعال. فلمبل اشتعال. الهيت الذي هو الضلع الثالث من مثلث الحريق سورس اوف اجنيشن الذي هو مصدر ايش؟ الاشتعال الهيت. يعني ما له الكتريسيتي سموك سموكينج الكهرباء يعني الكهرباء والسموكينج الدخان والكاتينج اند ويلدينج عمليات لما تشوف الحدادين يقطع لك حديد او كذا بتلاحظ انه حقه الجلخ هذاك بيطلع لك ايش؟ زي الشرارات كثيره. هذا ايش يسميها الكاتينج. او ممكن نستخدم عمليه الكاتينج باستخدام الاكسجين يقص لك الانابيب او يقص لك الالواح الحديديه كذا باستخدام لحام الاكسجين. فهذا يسموه لان فيه شرر فيه موجود ايش؟ مصدر هذا. واللحام الولدينج برضو لحام، انت لو تلحم حاجه وفي تحت ورق ولا ملابس ولا بتشتغل على طول. اوبن فلامز الاوبن فلامز حد يعرف منكم ايش معنى الاوبن فلامز؟ الاوبن فلامز الاوبن فلامز يا شباب هو زي ما تقول يعني ايش نسميه احنا الحرق او ايش الولع مثلا ايش نسميها فتح النار او فتح النار او يعني معك الولاعه اذا ضغطت هكذا طلعت النار يسموها ايش اوبن فلام. انت ولعت الشرر انت مصادرها الكهربائيه والسموك والكاتنج اند ويلدينج وايش والاوبن فلام. ايضا الهوت سيرفيس الاسطح الحاره والاستاتيك سباركس. استاتيك سباركس حد يعرف منكم الاستاتيك سباركس؟
لو تلاحظوا او تتذكروا زمان كنتوا تدرسوا الكهرباء الساكنه ستاتيك الكتريسيتي، الكهرباء الساكنه والشرر او المنظر الوميض الذي به اللمعه او الشرر الذي بتصدر من الكهرباء الساكنه، هذه عملت كثير من المرات الثوب حقك وانت في منطقه مظلمه وتحركه بتشوف انه يسرج زي ايش؟ زي اللمبة، نتيجة لأنه الثوب موجود فيه سواء قطن ولا فيه بلستر يطلع لك ايش؟ كهرباء، ويطلع وهذه طبعا تعمل لك ايش؟ تعمل شرر وتصبح مصدر من مصادر ايش؟ الشرر. الايش؟ الفريكنشن. فريكنشن هو طبعا اي الاحتكاك، اي احتكاك بيحصل بيولد ايش؟ اسمه يولد لك شرارة او ما شابه ذلك. قضية الاحتكاك، تعالوا نشوف هذا الثلاث الذي هو ذا فاير تترا هيدرون. ذا فاير تترا هيدرون، الثلاث المكونات الاولى الذي احنا درسناها الاكسجين والهيت والفيول معروفه انهم ثلاثة الحديد، لكن اضفنا حاجه رابعة الذي هو تترا معناتها رباعي، فالحريق رباعي الأسطح أو رباعي يعني رباعي الأوجه، أضفنا إلى هذه الثلاثة المكونات التي مثلث الحريق حاجة اسمها تشاين رياكشن، يعني نسميها شلة التفاعل المتسلسل أو المتتابع، يعني إذا تواجدين هذا إحنا قلنا أنه يكون لك إيش؟ تفاعل كيميائي سريع، هذا الرابعة الذي تكون لك حاجة اسمها التترا. للعلم ملاحظة انه هذا الكلام السلايد هذا هو جاب الطريقة هذه. تايب اوف فاير، احنا هنخوض الحين في كثير من التايب اوف فاير والكلاسيفيكيشن اوف مثلا فاير اكستنجوشر وتايب اوف فاير اكستنجوشر، أنواع الحرائق وأنواع الطفايات وتصنيف الطفايات، فرق ما بين هذه وهذه على أساس تعرف ما تتوهش، الموضوع بسيط على سبيل المثال. أو fires are classified by the type fuel they burn، يقول لك إنه إحنا بنصنف الحريق على نوع ايش؟ الفيول، احنا مش تكلمنا على الفيول انه ايش؟ الماده القابله للاشتعال، ولا تربطوش الفيول انه الوقود الذي انت الوقود، البترول، الديزل، عادي كل هذه قابله للاشتعال، صح؟ لكن احنا بنسميها الفيول، بنسميها الكمبستبل، المواد الفيول هي الكمبستبل القابله للاشتعال. يعني قبل الاشتعال دي بتساعدني على، فاحنا معنا اربع انواع A B C D، بناخذها بالتفصيل في السلايد هذا. الكلاس او الفاير كلاسز A B C D، معك اربع انواع من انواع ايش؟ الحرائق. اول نوع تراش وود بيبر، يعني حريق الخشب او كذا يسموها تراش وود، طبعا الصوره نفسها بيسموك ايش؟ التراش اللي موجود السله، لكن مكوناتها هو الوود والكلوث والبيبر والربل والربر عفوا والماني بلاستيكس الذي هو انواع ايش؟ البلاستيك. هذا ايش؟ الكلاس A. البي الليكويد الذي هي السائلة أو الجريسز الشحوم أو الزيوت أو ما شابه، جازولين أويل كريس جريس الشحوم تار، حد يعرف منكم إيش معنى التار؟ التار هو القطران، أويل بيزد بايند، ركزوا على الأطلاع ذو القاعدة الزيتية
الطلاء الزيتي طبعا من الكلاس بي. لكر، تذكرون لكر الذي يسمى كرين والذي يرنجه والذي يعمل لكر، هو المادة اللمعة، طبعا هو نوع من أنواع الطلاء الذي نسميها الورنيش، لكر أو الورنيش. فليمبل غازز، الغازات ايش؟ المشتعلة، الغازات ايش؟ المشتعلة. الكلاس بي أو سي، الكتريكال اكيوبمنت، هذا الكلاس هو عبارة عن ايش؟ انرجايزد الكتريكال اكيوبمنت، كل المعدات الكهربائية الشرر الذي بيحصل منها، هذا يسموه نوع من انواع الحرائق الذي يسموه كلاس سي. الدي كومبستبل ميتالز، الدي هو خاص بحرائق المعادن مثل المغنيسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، تيتانيوم، والزيركونيوم والاذر فلاميبل ايش ماتيريالز. احنا في معانا كلاس كي، لانه معك اي بي سي دي كي، هذا طبعا حسب يعني مضاف حديثا من منظمة ال ان اف بي اي، وعملت انه ايش؟ انه هذا النوع الذي بيستخدم في المطابخ في الكوكينج. طبعا بيسأل بعض الناس يقول لك طيب ما احنا ممكن نستخدم الكلاس اي وبي وسي ودي، لكن فعلا هي ما حصلت حرائق، و نتيجة طبعا من فيه نوع جسور معينة ما يستطيعش يطفيها الطفايات العادية هذه، أو بمعنى أصح إنك يعني ممكن تعمل لك حتى تلوث في المطابخ وكذا، وبالتالي يستخدموا هذه الطفايات الكلاسيكي آمنة واستخدام أمثل بالنسبة لهذه يعني يعني ما بتعملش يسموها نن ساتوريتد كوكينج فاتس من ايش؟ كوميكال كوكينج اكيوبمنت. فهذه الطفايه هي ما حدش يقول لك ان ما سمعناش بها، انتبهوا. تعالوا بارتبل فاير اكستنجويشن، احنا ما احنا درسنا انواع الحرائق فاكيد 100% نحن بندرس مع الطفايات، فلما يقول لك بارتبل فاير اكستنجويشن الطفايات الحريقه المتنقله او الموبايل الذي هو متنقله، انت ممكن تحطها وتنقلها من مكان الى مكان زي طفايه الحريق اللي موجوده في السياره كلنا نعرفها. بيقول لك ايش؟ ورك بليس فايرز اند اكسبلوجن kill hundreds and injury thousands of workers each year. يقول لك في أماكن العمل الحرائق والانفجارات بتقتل لي كثير، مئات الأشخاص، مئات العاملين، وتجرح لي أو إصابة آلاف العمال يعني كل سنة. One way to limit the amount of damage due to such fires is to make portable fire extinguishers and an important part of your fire prevention program. بيقول لك واحدة من الطرق المحدودة ممكن تحد لنا أو توقف لنا هذا الخطر، أو من خلال استخدام ايش؟ استخدام الأمثل بارتبل، باستخدام الأمثل أو بالاستخدام الصحيح لطفايات الحريق، لأنه أنت لو استخدمت طفايات الحريق بطريقة خطأ أنت يعني قضيت على نفسك أو على الآخرين اللي موجودين معك، وبالتالي لازم إذا استخدمت طفايات الحريق طبعا هي طبعا مهمة جدا، يعني استخدام طفايات الحريق بالطريقة الصحيحة very important
وهي أحد الأجزاء الهامة الذي يعني أحد الأجزاء الهامة الذي هي من برنامج إيش؟ منع الحرائق، الطفاية في الحريق. When used properly, properly fire extinguishers can save lives and property by putting out a small fire or ash, controlling a fire until additional help arrives. يقول لك هنا انه عندما عندما اللهم صل على محمد، يقول لك هنا عندما عند استخدام الطفايات بشكل صحيح، ركزوا أنا خبطت ما بين، عفوا بارتبل هي ممتلكة، أنا آسف ربشت ما بين كلمة بارتبل و بروبرتي. بروبرتي هو بالشكل الصحيح، هو بارتبل بيقول لك أنا نويش الخسائر أو الدامج الذي بيحصل من الحريق وبيعمل لي خسارة في الممتلكات. طبعا مهم جدا. هنا بنتكلم على انه ايش بروبرتي ممتلكات، وبرتبل استخدام صحيح. فهنا عند استخدام خفايه الحريق يعني استخدام طفايه الحريق، الاستخدام الامثل عن نستطيع ان احنا نحمي او سيف نحفظ حياتنا، وايضا نحافظ على الممتلكات بواسطه ايش؟ انك بتضع او بتعزل الحريق الصمول وتتحكم فيه حتى وصول ايش؟ المساعده اليك، يعني حتى وصول المساعده، يعني انت بتمنع الحريق او هذا بطريقه حتى وصول ايش؟ المساعدة من فريق الطوارئ أو فريق الإنقاذ. Fire Extinguisher Classification، انتبهوا عارفين عن السلايدات اللي بعدها بيتكلم لي على ايش؟ Type of Fire، أنواع ايش؟ الحريق أو أنواع ال Type، عفوا Type of Fire Extinguisher Type. احنا بنتكلم هنا على Classification، كلاسيفيكيشن تصنيف، تصنيف طفاية الحريق غير تايب اوف فاير اكستنجوشر او فاير اكستنجوشر تايب. نوع طفاية الحريق مختلف تماما عن ايش؟ فاير اكستنجوشر كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن صنفناها احنا بناء على انواع الحرائق، ركزوا على انه اي وبي وسي ودي وكي موجود. هذه أنواع الحرائق اللي موجودة وتحصل في المطابخ كي، والذي هو حرائق المعادن الدي والسي الكهرباء وما شابه ذلك. فإحنا لما نجي الكلاسيفيكيشن حق الفاير اكستنجيشن، كلاس اي، كلاس اي اكستنجيشنز will put out fires in ordinary combustible such as wood and ash paper. يعني هذه في الظروف الاعتيادية هي اللي بتقضي على ايش؟ بتطفي الوود والبيبر والكارتون والذي ذكرناها سابقا. نفس الانواع اللي موجودة في الكلاس A اللي هي انواع ايش؟ الحرائق. كلاس B extinguishers should be used on ash fire fires involving flammable liquids such as grease, gasoline, oil إلى آخره. فبيقول لك إن الكلاس بي إنه بيطفي إيش؟ بيقوم بعملية إيش؟ إطفاء لل إطفاء لل للأنواع التي هي إيش؟ السائلة مثل الجازولين والجريسز اللي هو الشحوم
بالإضافة إلى إيش؟ الأويل أو الزيوت اللي الأخرى. طيب كلاس سي extinguishers are suitable for use when electrically energized fires. ركزوا، لما دائما بنجي طبعا الطفاية نوع كلاس سي لونها أسود، لونها أسود، كلاس سي لونها أسود طبعا. وعادة بنستخدم غاز للأجهزة الكهربائية، غاز ثاني أكسيد الكربون لإطفاء الأجهزة الكهربائية مثل الكمبيوترات. ما بنستخدمش البودر أو السائل أو الفوم أو الماء الكلاس سي، بينما نستخدم إيش؟ غاز ثاني أكسيد الكربون. طبعا وظيفة ثاني أكسيد الكربون هو يخنق الأكسجين، وبالتالي نعرف إحنا إيش؟ كل الطفايات عبارة عن نستخدمها لعملية خنق، لأنك ما تصيرش تغطي المكان وتمنع الأكسجين منه، لكن تركز على حيز معين في اللي هي منطقة الحريق وتطفيه. طبعا metals and are often specific for the type of metal in each question. عفوا أنا آسف نزلت هنا. هذه طبعا الخاصة السي، الكلاس سي هو خاص بالكهربائيات، وأنا نزلت هنا بالغلط فيما يخص كلاس دي اكستنجوشر، وهو الخاص الذي قلنا لكم خاص بالمعادن وحرائق المعادن. الكلاس كي الذي هو حق المطابخ، أو نسميها ويت كيميكال، الكيمياء اسمها البودر الجاف. فاير اكستنجوشر ار ايش ديزايند سبيشالي سبيسيفيشالي سبيس سبيشالي ايش فور يوز ان ايش ريستورنت كيتشنز، يستخدم في المطاعم وفي المطابخ. The class key extinguishers is the ideal choice. اختيار أمثل، الاختيار الأمثل لإطفاء الذي بيستخدم في المواقع المطابخ. هذه الأصناف والأنواع ما حد ينساها، والأيام القادمة إن شاء الله بتعرفكم أكثر على السلامة، مهمة جدا ولازم تلموا بها ولازم تفهموها كثير. مالتي كلاسز ريتنج، احنا طبعا مع تطور الايام بيعملوا لك ايش طفاية حريق، تستخدم مثلا اي بي سي في طفاية واحدة تطفي ثلاث انواع طفاية واحدة، يعني بدل ما انت كنت تاخذ ثلاث اربع طفايات كل نوع ومطروحات، خدموا البشرية وعملوا واحدة تطفي ايش الثلاثة الأنواع، وفيه نوع يطفي لك أربع أنواع A B C D. فإحنا بنتكلم هنا قال لك many extinguishers available today can be used on different type of a fire and each will be labeled with more than one designator A B or B C or A B C. Make sure that if you have multi purposed extinguisher, it is properly labeled. إذن الطفاية التي بنستخدمها هنا أو الذي هي المالتي كلاسز الذي بتستخدم الأغراض المتعددة، الطفايات هذه وانا ابرر لكم في الصور الجايه اللي هو كيف. This is two old style of labeling and indicating suitability for use one often used on class A, B and C fires. في معانا الطفايه الواحده بتطفي لك الثلاث انواع هذه، زي ما قلنا لكم فيه ايش الطفايات بتطفي الأربع أنواع. تايبس الذي ما نتكلم عنه أول، تايبس أوف فاير إكستنجوشر، والعنوان السابق الذي بنسميه فاير إكستنجوشر كلاسيفيكيشن. ركزوا،
بيقول لك انواع طفايات الحريق، وليس تصنيف طفايات الحريق. انواع طفايات الحريق: ووتر فاير اكستنجوشر، فوم فاير اكستنجوشر. الفوم ما هو الفوم؟ الرغوه زي الصابون. طبعا الرغوه هو يعمل خنق للاكسجين، وانا بريكم متى وفين بنستخدم الفوم. باودر فاير اكستنجوشر، استخدام الباودر. كربون ديوكسيد فاير اكستنجوشر، طفايه ثاني اكسيد الكربون، واحنا بنستخدمها طبعا للمولدات والاجزاء الكهربائيه والكمبيوترات. مش معقول تاخذ باودر وتطفي لي في مكتب، غبرتها بالناس وضريت البيئه واختنقوا الناس يمكن من البودر الذي بينتج من عمليه الاطفاء. لكن كل مكان له ايش؟ استخدام محدد بالنسبه لطفايه الحريق. رقم 5 هالون فاير اكستنجوشر. هالون هو عباره عن غاز الهالون. غاز الهالون هو طبعا من يساعد في اطفاء الحريق، ولكن في الفتره الاخيره تم منع استخدام الهالون لانه بيزيد الثقب الخاص بطبقه الاوزون، وبالتالي اصبح محظور استخدامه. او بمعنى اصح احنا الحقول ما عاد الا نوع معين من الهالون، الهالون 200 تقريبا. طيب تايب اوف فاير اكستنجوشر، ركزوا على هذه الطفايه، هذه اللونها الرصاصي هي ووتر. لو تركزوا هنا الووتر بتطفي ثلاثة انواع، ها بتطفي ثلاثة انواع، او بمعنى صح بتطفي نوع واحد. انا اسف بتطفي نوع واحد، وهذا اللي تلاحظون انه عليه شريط احمر عامل خط وخط، يعني ما تطفيش ما تطفيش. هذه الصور مش واضحة، لكن معها ساعة وضغط، وهي طبعا مش غاز، عبارة عن باودر، كيميكال دراي كيميكال باودر. وهذه فوم، طفاية فوم. طبعا الفتحة حقها والفوها حقها بتجي واسعة لخروج ايش؟ الفوم من منها. وهذه باودر، وهذه طبعا ماء. طيب تعالوا لمهمة، حاجة مهمة جدا. تعرفوا انتم الطفايات، وكل واحد اكيد معاه سيارة وفي طفاية فيها، ولها يمكن 17 سنة ما كنت تغير شكلها ولا حد عباها ولا حد يقول لك انا عاد اعبيها، بالرغم ان مراكز السيارة موجود وتعبية الطفاية 6 كيلو ما تصلش 800 ريال، ما تصلش 1000. فلو تتخيلوا انه حريق نشب معك في سيارة او في كذا، تشوف واحد انقذك وطفاية كان موجود جنبك في سيارة ثانية وطفاها، يعني كم مدى السعادة والإحراج الذي أنت فيه، والشخص هذا كيف تشتي تتجمل معه. فطفاية الحريق مهمة جدا، ولكن أنا أتحدى أي واحد منكم مع طفاية في البيت، في المطبخ، في السيارة. السيارة طبعا موجود معها طفايات، بس قلت لك يا تطرحها مركها للسيارة، أو تطرحها مثلا تفتح الباب في البيت، ولا ما 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 حاش عارف ايش استخدامها، يقول لك هذه فاضيه هذه معطله. وهو طبعا يشتي الطفايه، يعني اليمنيين للاسف انه يشتي الطفايه هذه تجلس طول عمرها شغاله، يعني وتجرب. طبعا اول ما يدخل واحد من جنب الباب ولا فوق السياره لازم يضغط يجرب كيف هي، حتى وتنسم طبعا وتعمل ديسشارج، ويقول لك يا اخي ما ادري والله ما فيش فيها، بس ضغطه واحده فعلت ضغطه واحده وما عاد فيش فيها يعني. طيب ما هي عملت ديسشارج وخرج الغاز الذي موجود داخلها والذي بيخرج البودر بمعنى على الاطباء. فعلى العموم احنا معنا ايش؟ كيف استخدام طفايات ايش الحريق؟ هاو تو يوز فاير اكستنجوشر فايتنج ذا فاير، كيف تكافح؟ فايتنج قتال، مكافحه الحريق. ربما ان معك طفايه 12 كيلو او 6 كيلو والحريق بسيط، ولانك احول ما استطعتش تطفي، ما استطعتش تستخدمها استخدام صحيح. وعاد بعضهم يقول لك يقلب الطفايه، عاد في بعض الاحيان الحرفه حق واحد من زملائكم الدفعه السابقه، الحرفه قال عادوا لما نقلب يا دكتور الطفايه ونخلي هذاك لا تحت عاد يتفوخ اقوى، مش عارف انه انبوب لا قعر الطفايه
لأن لما تركز بتنزل البودرة لتحت وبيبقى الأنبوب بيخرج الغاز بس بيخرج لك هواء. ففيه كثير جاكي شان موجودين معانا. فعلى العموم احنا معانا ايش؟ طفاية الحريق بتستخدمها والمختصر حقها عالميا كلمة باس. باسز هي مختصرة لكلمة بول، أول حرف من كلمة بول، بول ذا باين، البول سحب، اسحب الباين اللي هو المسمار حق الأمان، حق ضغطة اليد، لازم يكون هو دائما يجي معاه مسمار على أساس ما يجي شي حمود يضغط، لأنهم عارفين عاملين حسابهم الحمود هذا، حمود كل ما مشى في مكان والفضول الموجود لازم يضغط، فعملوا له باين. أنت لما تجي في حريق تنزع المسمار، تسحب المسمار هذا. الخطوة الثانية آيم، الهدف، ركز على نظرك على الهدف، قاعدة الحريق، قاعدة الشعلة أو اللهب. آيم، آيم لو آت داعش بيس أوف فلامز، أنت ركز على قاعدة هذه اللهبة، ركز على القاعدة، لا تجيش ترشلي أنا ولا هبانة وانت بتطفي الراس والذيل الموجود. اذا بول ايم، بعدين سكويز، سكويز ذا هاندل. ايش السكويز؟ تضغط، انت مش سحبت المسمار وركزتها ووجهتها هذا على قاعدة الحريق، وبعدين تضغط يدك هذه، تضغط على هذا، يسموها سكويز ذا هاندل، اضغط على اليد. بعدين الخطوة الرابعة سويب، سويب سايد تو سايد، يعني حرك الطفاية في قاعدة على قاعدة اللهب من هذا الناحية إلى هذا الناحية ورجع مرة ثانية وهكذا، بحيث إنك تقضي أو تخنق الأكسجين، مش تتش لك في كملت الطفاية والحريق كملتك أنت والبيت أو السيارة أو أنت وجارك الذي رحت بس تغبره بس بالغبار وكمل الحريق. فهذه سلايدات تشرح لك انه بول نزعت المسمار من هذا المكان، ركزوا انه بول هذا وطرحوا المسمار هذا لحمود، حمود هذا طبعا لما يدخل مكان لازم يرجع، حمود عملوا له المسمار هذا حسب الفضول. بعدين الايم، باسز، بول، ايم، سكويز، أو عفوا ايوه سكويز، وبعدين سويب، سويب سايد تو سايد، سايد تو سايد، ركز على السهم هذا يمين شمال سايد وجه وجه هكذا بالضبط. نجي للنوع الثاني، احنا اخذنا البرتبل اكستنجيوشر، وهذا في نوع يسموها ايش؟ فيكسد اكستنجيوشر، الطفاية الثابتة او نظام الاطفاء الثابت. فاحنا معانا منظومات كثيرة لو تلاحظوا هنا نظام ثابت بيستخدم المضخات، وهذه طبعا فيها خزان تحت وبيستخدم عملية ايش؟ يعني لعملية اطفاء حريق. لكن هذا النوع الذي هو بيقصد الفيكسد اكستنجيشن بيستخدم الطفايات بس كبيرة جدا عملاقة، وهي بتكون ثابتة وتوصل موصولة بنظام إطفاء زي هذا النظام، معك الديتكتورات موجودة لو تلاحظوا، ومعك المرشات موجودة، واللون الأحمر طبعا هو الهايدرنت الذي هو منظومة الإطفاء نفسها. وهذه نفس القصة، فبيتكلم هنا على الفيكسد فاير اكستنجوشنج سبرشن سيستم ار كومونلي used to protect areas containing valuable or critical equipment such as. هذه المنظومات تستخدم نظام الضغط، نظام مضغوط دائما نستخدمها في غرف عمليات المعلومات، مثلا بنك معلومات او المناطق التي موجود فيها
داتا أو منطقة السويتشات التي خاصة بالنظام الاتصالات تيليكوميونيكيشن سويتش اند بروسيس كنترول روم، غرف التحكم، غرف العمل يعني غرفة التحكم. طبعا هي موجودة معانا في ايش في الحقول. components of fixed system، المكونات الخاصة بالفيكسد سيستم الذي خاص بالفاير اكستنجوشن، هذه ايش هو؟ ديسشارج نوزلز، اي نوع ديسشارج نوزل؟ ديسشارج نوزلز، ديسشارج هذا النوزلز، هذا النوزل الذي بيعمل ايش؟ مرشات، ديسشارج تفريغ للنوزل، ديسشارج نوزلز. بايبنج، عرفتوا البايبنج اللون الاحمر. كنترول بانل، كنترول بانل المكان الذي هو غرفة التحكم، هذه كنترول بانل، مكان الذي هو كنترول بانل. وارنينج الارمز، معك نظام الانذار حق الحريق موجود. والفاير ديتكتورز، الحساسات او المتحسسات حق الحرائق اللي هي بتقيس يا اما حراريه يا اما بدخان يا اما ما شابه ذلك، طبعا ديتكتورات حساسات لها. والبول ستيشن، البول ستيشن اللي هو منطقه الخاصه بالمضخات او نسموها محطه، وهي مش محطه هي مضخه. والاجين اجينت ستوراج كونتينرز، الاجين هذه اكستنجوشن اجينت، الحاويات الذي داخلها ايش؟ الخاصه بالاطفاء. هذه صور للكنترول بانل موجود فيها نظام الاتصال، وهذا برضو منظومه اخرى كنترول بانل فيها نظام الاتصال الامرجنسي، وهذه التحكم في الغرف والالوان هذه موجوده، وكل خانه موجوده بمسمى معين، بحيث انه لا حصل حريق او الحساس الذي في المنطقه هذه ولع تعرف انه مكتوب جنبها ايش، غرفه حمود او غرفه صالح او المطعم او ما شابه ذلك. فالكنترول بانل هذه منها بتسيطر انت على الحريق او بتعرف مكانه. هذه طبعا هذه المرشات، مرشات موجوده في المباني، توجد في المباني. وهذه الحساسات، انواع الحساسات كثير، باقي سواء بالتفصيل المهم ان شاء الله مستقبلا، لانه هذا عباره عن فوتو الكترونيك ديتكتور، بتقاط الصوره يعني بس بالصوره الكتروني. وهذا ايونيزيشن ديتكتور، ايوني بالايونات. وفي معك السموك بالنسبه للحساسات التدخين او متحسسات الدخان. طيب هذه صور من الحقل، ومعك منظوم الفاير فايتنج سيستم. احنا لازم نعمل لهم تيست، كل ما نزلنا لازم نعمل اختبار للضغط ومدافع الرش الى فين بتوصل، لازم يوصل مدفع الرش هذا طول الانبوب هذا الى نهايته، والثاني بيجي يغطي من مكان اخر يعني اتجاه الخزانات، والثالث مثلا هذا منصات التحميل، لان هذا المنطقه هي منطقه تحميل قاطرات يتم نقلها مش عبر خط الانبوب، يتم عبر قاطرات خزانات زي القواطر يعبوا خزانات فيها ويصدروا النفط بهذه الطريقه. لازم يكون مدفع الرش بعيد عن المنشاه وبعيد عن المكان المحتمل ان يحصل فيه حريق، بحيث انه مش تطرح لي مدفع الرش جنب المكان الذي في حريق ويحصل حريق، ما تصير تصلى عند مدفع الرش ولا تستطيع تعمل عمليه اطفاء. فهذه احد العمليات التي لو تركزوا على هذه البراميل، هذه براميل يسموها الفوم، براميل الرغوه، انت بتربط على طول من هذا المدفع لي بيضخ بنسبه محدوده، طبعا يتم التحكم فيها مع الهايدرنت، ويضخ ويطلع لي ايش الرغوه، ممكن نطفيه بالرغوه. هذه براميل يسموها براميل الرغوه. ايضا في هذا صندوق احمر داخلها الخراطيم حق المياه، بنربطها بالنقطه هذه ونمدد المكان الذي نشتي او استعدت فيه او ما يستطيعش الواحد يوصل بسهوله عبر المرشات هذه، او ان المدفع الرش بيعمل دامج للحاجه اللي نجي نطفيها،
لانه انت ممكن تجي تطفي والضغط 25 بار بيحطم المكان الذي هذه برضو مدافع رش في المسيله والخزانه طبعا شوف عملاقه، فعمليه الاطفاء لازم تكون والضخ لازم يكون عالي يصل الى البودي حق هذا وتعمل عمليه خنق. هذه خزانات واستخدمنا عمليه الفوم، لو تلاحظوا الفوم لون زي الثلج ابيض طبعا بيعمل عمليه خنق. ولو تركزوا على الدائره هذه كلها هذه انابيب خاصه باطفاء الماء، وفي اللون اصفر ما هوش واضح هو الذي خاص بايش بالفوم. هذا ايضا هذه طفايات متنقله سعه 50 كيلو، وهذه طفايات برضو متنقله سعه 12 كيلو. زي ما قلنا لكم المدافع الرش لازم تصل الخزانات وتصل المكان اللي جنبه بحيث انه يطفي. هذه هي تريتر وهذا سبريتر، احد الفاصلات بالنسبه للموضوع في احد المنشات لازم يصل المدفع عليه، لانه المكان الذي بيضخ عليه النفط ويتم عمليه الفصل في هذا التريتر خاص بفصل النفط الثقيل، وهذا سبريتر فصل الغاز او فصل النفط الخفيف. معانا فاير بريفنشن بلان وهو اهم جزء في هذا الكورس. فاير بريفنشن بلان المختصر حقها اف بي بي بيربوز، الغرض من دراسة خطة منع الحريق ومنع الحرائق. يقول لك هنا انه the purpose of this fire prevention plan is to eliminate the cases of fire prevent loss of life and dash property by fire and to comply with the occupational safety and health standard on ash fire prevention. يقول لك الغرض من خطة الوقاية من الحريق هو الحد أو القضاء على أسباب الحريق ومنع يعني حدوث فقدان أو وقوع خسائر للبشر أو الممتلكات الذي سببها الحريق. And ايش to comply وايضا ايش والالتزام او الامتثال كومبلاي الالتزام وذا ايش اوكوبيشنال، عندما نلتزم احنا ونمتثل لمعايير السلامه والصحه المهنيه، معايير السلامه والصحه المهنيه فيما يتعلق بايش يتعلق بالوقايه من الحريق مالنا بنزود ايش هنا provides احنا خلصنا هذا provide employees لازم نزود الموظفين او العاملين with the information and dash guidelines that will assist them in recognizing reporting and controlling fire hazards. انت معك العاملين هنا شوف من ضمن الخطة اغراضها ما هي انه احنا بنخفف زي ما قلنا لكم الوقاية من الحريق والحد من أسبابه والوقوع فيه على أساس ما نخسرش بشر ولا ممتلكات، تمام. وهنا أيضا الغرض من خطة منع الحريق إن إحنا بنزيد العاملين بيش بالمعلومات والإرشادات المهمة جدا الذي بتساعدها أسيست الذي بتساعدهم في التحكم بمخاطر إيش التحكم بمخاطر الحريق، التحكم والابلاغ والصلاحيات او فيما يخص ايش مخاطر الحريق. تعالوا ايضا غرض الفاير بريفنشن بلان it describes the fuel sources. يقول لك انه احنا بتوصف الخطه هذه مصادر المصادر الاشتعال او المصادر المواد القابله للاشتعال سواء تكون hazards or other materials as well as the building system
كلها المواد الخطرة كلها سواء في نظام المباني أو such as fixed fire extinguishing system سواء في منظومات المباني أو المنظومات التي هي الثابتة الخاصة بنظام إطفاء الحرائق هذه أو ما يتعلق بنظام الألارم سيستم نظام الإنذار إن بليس. يعني أنا بين أفهم أو بين أوصف الفيول هذا أو المواد المشتعلة وأيضا يعني كلها طبعا هذه المواد القابلة للاشتعال وفي وجود طبعا على حد سواء كلهم في انتشار الحرائق الذي بتسهم هذه المواد الذي بتسهم في عملية انتشار الحرائق فضلا عن ان ايش as well as فضلا عن انها ايش and alarm system in place to control the ignition or spread of fire. اذا احنا بنقول الغرض او بمعنى اصح انه وصف الغرض من الخطة هي وصف الفيول او وصف مصادر الاشتعال سواء المواد الخطرة او غيرها في الموقع التي تسهم او تساعد في الحد من انتشار الحريق فضلا عن انظمة حق المباني او نظام الاطفاء في الحريق او نظام ليش الانذار كل هذه تقوم بالتحكم كلها كل هذه تقوم بالتحكم في ايش في منع انتشار الحريق ايضا الخطه بتقول this الخطه او الغرض من خطه منع الحريق this fire prevention plan serves to reduce the risk of fires at your workplace in the following ways. احنا هذه الخطه مالها بتخدم وتقلل reduced بتخدم وتقلل من مخاطر الحريق في مواقع العمل وايضا والمتمثله في الطرق التاليه. تعالوا نشوف الطرق التاليه التي هي بتخدمنا هذه الخطه وتحد من مخاطر الحرائق. رقم واحد قال لك the fire prevention plan identifies materials that are potential fire hazards and their proper handling and storage procedures. بيقول لك الخطة هذه بتعرفنا على بمخاطر المواد المشتعلة materials identify materials يعني بتعرفنا بمخاطر المواد المشتعلة أو القابلة للاشتعال واجراءات ايش؟ واجراءات التخزين حقها. كيف احنا بنعمل ايش؟ الطرق المثلى لعمليه ايش؟ التخزين. اذا الخطه حق منع الحريق بتعرفنا بمخاطر المواد المشتعله او المواد القابله للاشتعال واجراءات تخزينها. الثانيه it distinguishes potential ignition source and the proper control procedures of those materials. ايضا الخطه بتميز مصادر الاشتعال المحتمله والاجراءات السليمه للتحكم على هذه المواد ايش من مواد اي المواد المشتعله او المواد القابله للاشتعال. لما اقول لك ايش those materials أنا بقول لك المادة المشتعلة أو المواد القابلة على الاشتعال. المواد المشتعلة الفلمبل مادة مشتعلة والكمبستبل مواد ايش؟ قابلة للاشتعال. الثالث the plan describes fire protection equipment and or system used to control fire hazards. بيقول لك النقطة الثالثة أنه الخطة بتوصف لي ايش؟
معدات الوقاية من الحريق أو الأنظمة إيش المستخدمة في للتحكم، الأنظمة المستخدمة للتحكم في مخاطر التحكم على إيش مخاطر الحريق. أربعة، it identifies persons responsible for maintaining the equipment and system installed to prevent or control ignition of fires. رقم أربعة هي بتقول لك إنه إيش الخطة، بتعرفك بمن الشخص المسؤول. ركزوا على هذا، الشخص المسؤول على صيانة هذه المعدات والأنظمة وتجهيزها لمنع أو التحكم في الاشتعال أو في اشتعال الحرائق. إذن هذه النقطة أربعة بترويك من هو الشخص المسؤول على صيانة هذه المواد، على أساس تعرف أنه حسين أو حمود أو علي هو الذي مسؤول على هذا الكلام، هو المعني بهذا الكلام. تعطلت هذه الأجهزة معناتها معروف غريمنا. The fire prevention plan identifies persons responsible for the control and accumulation of flammable or combustible materials. هذه النقطة يا أخواني هي أنه بتعرفنا أيضا، هنا عرفتنا على الشخص الذي بيعمل صيانة لهذه الأجهزة، وهذه عرفتنا على الشخص الذي بيلفلف أو بيجمع المواد المشتعلة والقابلة على الاشتعال. يعني مهمة هذا عليه المواد القابلة للاشتعال، أنه لأن إحنا إذا حصلنا مادة ولا كذا أين فلان هو الذي مختص على أي. فالخطة بتعرفنا على الأشخاص المسؤولين، الخطة بتعرفنا على الأشخاص المسؤولين على إيش، والمتحكمين في تجميع أو تخزين المواد المشتعلة أو المواد القابلة على الاشتعال. معروف. رقم ستة، it describes good housekeeping procedures necessary to ensure the control of accumulated flammable and combustible waste materials or material and resids to avoid a fire emergency. ما يقصد هنا انه الخطة أيضاً بتوصف الإجراءات الجيدة للهاوس كيبينج. انتبهوا، الهاوس كيبينج مش هو التدبير المنزلي، على بعض الناس يقول لك تدبير منزلي، لا، الهاوس كيبينج نظافة المكان الجيد، الإجراءات الجيدة لنظافة المكان، مكان إيش؟ مكان العمل، كضرورة لضمان، كضرورة لضمان السيطرة على المخلفات، السيطرة على المخلفات للمواد المشتعلة والمواد القابلة للاشتعال. احنا بنتكلم على الكنترول اوف تجميع كوميليتد فلامبل اند كومبستبل ويست ماتيريال، هذه تسمى مواد او مخلفات المواد المشتعلة والقابلة للاشتعال، السيطرة على هذه والقدرة على ايش اند ريزيتس تو افويد، والقدرة على تجنب حصول حدوث أو طوارئ الحريق، يعني تجنب حدوث فاير إمرجنسي. سبعة، the plan provides training to employees with the regard to fire hazards to which they may be exposed. الخطة أيضا تشير إلى ضرورة تدريب العاملين، وهذه مهمة جدا. ما فيش حاجة اسمها ما فيش تدريب، لازم تدرب العاملين فيما يتعلق بإيش بخطر الحريق وما قد يتعرض له إيش الموظفين أو العاملين. تمام، هذا الجزء الذي بأوقف عنده في هذا السلايد أو في هذا هذا، وبأستكمل الأمور إن شاء الله في أيوة هذا بأدرسه الذي هو Management and Employee Fire Prevention Plan Responsibilities، مسؤوليات الإدارة والعاملين فيما يتعلق بموضوع الخطة وموضوع موضوع خطة منع الحريق.
ألقاكم إن شاء الله في التسجيل الآخر إن شاء الله. بسم الله.